بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسلة السي شارب أو برمجة الكائن باستعمال لغة السي شارب، وصلنا إلى توضيح مفهوم ستاتيك. ماذا تعني ستاتيك؟ لاحظ لي زاتريبي يسمون لاتريبي دانستونس. انستونس يعني عندما نريد أن نستعمل لانستونسياسيون أو خلق أوبجي نستعمل هذه الخواص. يعني نيميرو دو برودوي او رقم المنتج، اسم المنتج ثم الثمن، وهذه الخواص عباره عن خواص دانستونس يعني تتعلق بالمنتوج برودوي برودكت. فوالا سنتطرق ان شاء الله الى خاصيه اخرى اسمها مثلا لي زاتريبي او لي زاتريبي دو كلاس. لي زاتريبي مثلا دو كلاس أو لي زاتريبي ستاتيك. مثلا تخيل أريد أن أقوم بعد أو حساب عدد الكائنات التي قمت بخلقها، وبالتالي سأستعمل إن شاء الله public. لاحظ public إن شاء الله ستاتيك، public ستاتيك ولا int مثلا نمبر دوبجي كريي، نمبر دوبجي سأقوم بإعطائها قيمة أولية وهي قيمة الصفر. وكلما خلقت كائن سأقوم بالزيادة في قيمة نمبر دوبجي بواحد، وبالتالي سأقوم إن شاء الله كنترول سي أي أوبجي قمت بخلقه سأستعمل بلس بلس أو نمبر دوبجي القديم زائد واحد هنا كذلك. وسنتعرف ان شاء الله على الفرق. مثلا اي كونستركتور ساقوم به، حتى كونستركتور دو كوبي. سبق ان شرحنا ما هو كونستركتور دوبجي، كونستركتور الذي يقوم باعطاء قيمه اوليه لرقم البرودكت، ثم كونستركتور يقوم باعطاء قيم أولية لجميع الخواص ويسمى بكونستركتور دينيسياليزاسيون. ثم تخيل معي سأقوم public static public static void public static void affichage. هنا مثلا السلام عليكم بار اكزومبل، يلا ميثود ستاتيك لا يمكن ان تقوم بالمنادات على صفه خاصه بالكلاس أو أتريبيو دانستونس. وبالتالي إن شاء الله سنتعلم كيف ما هو الفرق بين ستاتيك ثم شيء آخر مع مثلا شيء آخر. تخيل معي عندي سالوتاسيون مثلا، سأسميها سالوتاسيون فوالا، ثم سأقوم ببرمجة ميثود أخرى لكي نتعرف على الفرق بين ستاتيك و دال دانستونس. مثلا مثلا افيشاج نيميرو دو برودوي. لاحظ هذه تسمى سو ميثود دانستونس. اما الاشياء ستاتيك تسمى دو كلاس، تسمى دالة الكلاس. ستاتيك دالة الكلاس
ستاتيك تتسمى اتريبي دو كلاس، بمعنى اتريبي دانستونس. اذا كيفيه التعلم، كيفيه سنتعلم، كيفيه التمييز بينهم. فوالا فوالا، لاحظ ساقوم بخلق بروديكت جديد. فوالا بروديكت هو برودوي، لاحظ بي ايغالا نيو برودوي. فوالا، خلقت اول اوبجي، ساقوم بنشر قيمه نومبر دوبجي الذي سيكون عباره عن واحد، وبالتالي ان شاء الله ساقوم باستعمال نومبر دوبجي كريي. لاحظ le nombre ou the number of created objects. Voilà le nombre maintenant des objets créés égal, je vous mets égal les assemblées nombre d'objets. سأستعمل اسم الصنف بوان اسم الخاصية بدون يعني تسمى اتريبي دو كلاس، يعني لا داعي للمرور عبر الانستونسياسيون. وبالتالي سأقوم بخلق ان شاء الله هذا. لاحظ سأقوم ببرودكت، وعندما افعل بوان سيعطيني نومبر دوبجي كريي. فوالا بوان فيركول. اذا سأقوم ب حسين. فوالا، مثلا هنا أريد أن أقوم بخلق أوبجي آخر. فوالا كونترول سي، كونترول في. فوالا، إذا أوبجي آخر بي أن، ثم سأستعمل 1، مثلا فروماج، ثم سأعطيه الثمن. فوالا، يعني لاحظ سأعيد كونترول سي، يجب أن تكون النتيجة عبارة عن 2. فوالا، إذا للتمييز عندما إذا كان ستاتيك لاستعمال أتريبي أو دالة ستاتيك، يكفي أن تقوم بكتابة اسم الكلاس بوان اسم الخاصية ستاتيك. مثلا أريد أن أنادي على الدالة ساليتاسيون، افيشاج نيميرو او ساليتاسيون. لاحظ ساقوم ب اسم برودوي. فوالا بوان ساليتاسيون، لاحظ ساليتاسيون يعني مباشرة. فوالا ساقوم بالمناداة على ساليتاسيون، لان هذه الدالة عبارة عن ستاتيك. اما اذا اردت مثلا للتمييز دالة اخرى، مثلا دانستونس، مثلا اريد ان اخذ الرقم 1، وبالتالي سنستعمل انت ا ايغالا اسم الاوبجيكت هو بي ان بوان جيت. لاحظ جيت واحد، جيت نيميرو دو برودوي. فوالا، لاحظ عندما اردت استعمال جيت نيميرو دو برودوي مررت بالانستونسياسيون، مررت ب p1.get. اما هنا ساليتاسيون مباشرة بدون المرور عبر الانستونسياسيون، استعملت اسم الصنف بوان الدالة ستاتيك. هنا مررت بالانستونسياسيون، يعني p1.get نيميرو دو برودوي، التي هي عبارة عن تسمى دالة دانستونس. فوالا، إذا ما هي انستونس، اتريبي دانستونس أو دالة انستونس؟ وهي الدالة التي عندما نطبقها ضروري المرور عبر الانستونسياسيون. ما هي ستاتيك؟ هي الدالة أو الخاصية التي عندما نريد أن نستعملها لا نمر عبر الانستونسياسيون، بل نقوم بكتابة اسم الصنف بوان اسم الخاصية. إذا سنقوم بالتطبيق. هنا لاحظ
النتيجة هي واحد ثم اثنان لأنني خلقت ثم ناديت على الدالة ساليوتاسيون التي تعطيني السلام عليكم. إذا بليز سأعيد استسمح سأعيد ما هي ستاتيك؟ أتربي ستاتيك يعني عندما تريد أن تستعملها فقط أكتب اسم الصنف نقطة اسم الصفة أو اسم الدالة ستاتيك أو اسم الدالة. عندما تريد أن تستعمل دالة عادية مثلا جات دائما يجب المرور عبر الانستونسياسيون باستعمال برودوي بي ان تساوي نيو برودوي ثم استعمال بي ان بوانت يتسموا ديزانستونس. فوالا. إذا شكرا على الانتباه وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون موفقا أن أكون قد وفقت في شرح مفهوم ستاتيك وشكرا على الانتباه.